الحمد لله الذي لا يغلق بابه ولا يهتك حجابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المبارك فقه الخليجية. ويسرنا في هذا اليوم أن يكون ضيفنا وهو ضيف عزيز وحبيب إلى قلبنا وإلى قلوب إخواننا في العالم الإسلامي، فضيلة الدكتور مجدي وردة المستشار بمؤتمر العالم الإسلامي. نرحب به أولا، ونحن من أسعد الناس في يومنا هذا بلقائه، فأهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. حياك الله، بارك الله فيك، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. بارك الله فيك، ويعني منور الدنيا كلها. الله يبارك، ربنا فيك. ينفعنا وينفع المسلمين بعلمك إن شاء الله. اللهم آمين، جزاك يعني الله خير. الله يبارك فيك. نريد فضلتك يعني نفتتح الحلقة اليوم بالعبادة المقبولة، وندور حول هذا المعنى يعني دورانا يعني نستفيد منه إن شاء الله، لا سيما والعبادات كثيرة، ناس كثير يصلون وناس يصومون يحرصون على النوافل، لكن المحك الذي يبنى عليه العمل هو القبول. طبعا بلا شك. الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في الحقيقة رب العزة تبارك وتعالى تصعد إليه في كل يوم وليلة عبادات كثيرة متزاحمة من عباده، فما من عبد من عباد الله ولا من أمة من إمائه إلا ويتلبس أحيانا بعمل صالح أو عمل من أعمال البر والصلة أو صدقة أو عطف على مسكين أو يتيم أو مساعدة الأرامل إلى غير ذلك من أعمال الخير. إلا أن الله عز وجل لا يقبل جميع تلك الأعمال التي تصعد إليه من عباده، إنما يقبل الله عز وجل بعض هذه العبادات ويرد الله عز وجل بعضها على أصحابها فلا يقبلها الله عز وجل. ويجب على المؤمن الحريص، ويجب على كل الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم، بل وعلى اختلاف مللهم ونحلهم، أن يتعلموا ما هي العبادات التي يقبلها الله، وما هي الأعمال التي يردها الله، حتى لا يكونوا في يوم القيامة ممن قال الله عز وجل في شأنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم نبأنا عن أناس يأتون بعبادات وأعمال كثيرة تزن الجبال، ففي يوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا، وفي ذاك اليوم لا تكون هناك فرصة لاستدراك ذلك أو لإعادة العمل من جديد. فحري بالمشاهدين والمشاهدات، وحري بالمسلمين والمسلمات، وحري بكل الناس على سطح هذا الكوكب أن يتعلموا ما الذي يقبله الله وما الذي يرده الله. أولا يجب أن يعلم أن الله عز وجل قد يقبل من غير الموحدين أعمالا طيبة يجازيهم عليها في الدنيا شيئا من متاع الدنيا، سبحان الله، أما في الآخرة فلا خلاق ولا نصيب لغير أهل التوحيد. نعم. فأول شرط
من شروط القبول، أعني القبول في الآخرة، أن يكون العبد قد حقق التوحيد الصحيح الذي أنزل الله عز وجل به جميع الكتب، وأرسل الله عز وجل به جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا هو الشرط الأول، بغير هذا الشرط تحبط الأعمال. قال الله عز وجل يخاطب الأمة في شخص نبيها صلوات الله وسلامه عليه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان هذا في حق نبيها صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأول ما يجب أن يحققه العبد أن يوحد الله عز وجل توحيدا صحيحا، وليس توحيد الله كما يظن العوام أن يعلم أنه يوجد خالق للكون، أو أن يفرد الله بأعماله وبصفاته هو، ليس ذلك هو المتبادر إلى ذهن من تعلم دين الله عز وجل. يعني ليس مجرد معرفة وجود الله، معرفة وجود الله ليس هذا هو التوحيد. نعم. الذي أرسل الله به الرسل. نعم. بل قال الله في حق صناديد الكفر في مكة، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن الله. كان أبو جهل وأبو لهب وكان عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف عليهم لعنات الله المتتابعة، كانوا يعرفون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت. فمسألة التعرف على الله بصفاته هو وتوحيده بأفعاله هو، ليست هذه كافية لتحقيق التوحيد الصحيح. إنما المعول عليه هنا هو إفراد الله بأفعالنا نحن، سبحان الله، بأفعال العباد. نعم. فإذا سألنا سألنا الله، سبحانه وتعالى. إذا صلينا صلينا لله، إذا سجدنا سجدنا لله، إذا دعونا دعوناه هو، ولم ندعو من دونه أولياء ولا أنبياء ولا مرسلين ولا صالحين. كذلك إذا تبركنا تبركنا بما أذن لنا فيه كالتبرك بالحجر الأسود، نعم، أو غير ذلك مما أذن الله عز وجل فيه كماء زمزم على سبيل المثال. نعم. أما التبرك بحجر أو بشجر أو بتمائم أو تول، فهذا كله من الشرك الأكبر. نعم. الذي ينفي التوحيد الصحيح. نعم. الذي هو الشرط الأول ليقبل الله العبادة. نعم. من عباده. هذه مشكلة كبيرة فضلت الشيخ، لأن أكثر الناس الآن ممن يعني يقولون لا إله إلا الله وممن يعيشون على التوحيد الخالص في ظنهم يقعون في مثل هذه الأمور. يعني مثلا امرأة يعني ولدها ألم به شيء من المرض، تذهب به إلى السيد فلان أو الشيخ فلان أو المقبرة الفلانية، أو امرأة لا تحمل تأتي بفرع شجرة يظنون أنها شجرة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ومع أنهم